بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الآن يعني في الدرس العاشر تحت الموضوع التسوق، الحوار بين البائع وطالب. الحوار الأول في مقصف الجامعة. بائع: مرحبا، في مقصف الجامعة، أي خدمة؟ طالب: أريد المعجم العربية لو سمحت. بائع: تفضل، هذا هو المعجم العربي. طالب: أيضا أريد كتاب القراءة وكتاب القواعد. البائع: طيب، هذا كتاب القراءة وهذا كتاب القواعد. طالب: أحتاج دفترا وقلما. بائع: تفضل، خذ الدفتر والقلم. طالب: حسنا، كم الثمن المطلوب؟ البائع: المجموع 30,000 روبية. طالب: تفضل، هذه 30,000 روبية. الآن يعني الفرق بين المذكر والمؤنث. المذكر والمؤنث: المذكر أريد، أريد. تفضل، تفضلي. أحتاج، أحتاج. خذ، خذي. والآن يعني الحوار الثاني، الحوار بين حمزة وعامر. نعل جميلة. حمزة: نعلك جميلة، أين اشتريتها يا عامر؟ عامر: اشتريت هذه النعل في دكان جديد قريب من بيتي. حمزة: كم سعرها؟ وهل هناك مقاس 43؟ عامر: هي ب100,000 روبية. نعم، هناك النعال المتنوعة المقاس. حمزة: إذا سأشتريها، أفضل اللون الأسود. عامر: الأسعار فيه رخيصة جدا. حمزة: بالتأكيد، إنه دكان جديد. عامر: إن شاء الله، سأرافقك لشرائها غدا. حمزة: حسنا، سأذهب إلى بيتك الساعة 9 صباحا. عامر: تمام، إلى اللقاء قريب. الفرق بين المذكر والمؤنث. المذكر والمؤنث: اشتريت، اشتريت. أفضل، أفضل. سأرافقك، سأرافقك. أذهب، أذهب. الآن يعني المفردات الجديدة: مقصف، طقو، معجم، قاموس، قراءة، مبتدا، قواعد، beberapa kaidah، أحتاج، saya membutuhkan، دفتر، buku، قلم، ballpoint، خذ، ambillah، الثمن المطلوب، harga yang dibutuhkan، majmu، struk atau kumpulan، alfun، 1000، rubiyatun، rupiah، na'lun، sandal، ishtaraitu، saya membeli، dukan، toko، si'run، harga، as'arun، beberapa harga، maqasun، beberapa ukuran، mutanawwi'atun، yang bermacam-macam، rakhisatun، murah، ufaddilu، nah, silahkan، launun، warna، aswadun، hitam، urafiquka، saya menemanimu، syira'un، transaksi. Syukran katsir ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.